اليوم القطاع مناش يشكو. اليوم في عام 2012 كانت الواردات في تونس بما يقارب 20 مليون دينار. اليوم الواردات في عام 2015 فاتت 90 مليون دينار، معناها بفارق 70 مليون دينار في 3 سنين. 70 مليون دينار يجي رقم المعاملات نتاع نقولوا ثلث القطاع اللي هو قاعد يجينا من برا. الواردات هذه رغم الاستثمارات اللي صارت في المصانع نتاع تونس الكل وفي القطاع الكل اللي هي بعشرات ومئات ملايين الدينار، ايوه هذايا زعما باش خاطر القطاع قاعد يتطور، معناها في الاستهلاك وكل في بان زعما باش نغطيو الاستهلاك نتاع القطاع في تونس بالاستثمارات هذه والتوسعات هذه، لكن ما رعنا اللي كونوا يعوض احنا نقدمه بالعكس قاعدين نوخره في رقم المعاملات نتاعنا في القطاع. هذايا علاش؟ على خاطر هالحجم نتاع الواردات اللي جاينا من كل بلاصة، كما قال سي زهير، واللي هو معناها ولا يشكل خطر على الاستمرارية نتاع الصناعة نتاعنا في تونس. راهو فما المصانع في الجمهورية التونسية الكل، في صفاقس، في السواسي اللي هي زون ديفلوبمون ريجونال بريوريتير، في منزل حياة، معناها في نابل، موجود في المناطق الغربية في البلاد مثال، والله الأكثرية في المناطق اللي ذكرها قفصة. قفصة عندنا المعمل بتاع السانيتير اللي هو في قفصة، حجم الاستثمار 35 مليون دينار، ايوه اشتغل معناها لمدة أشهر، ايوه وسكر. علاش؟ علاش؟ على خاطر ما تتمش تزويد المعمل بالغاز دوفيل الطبيعي. الغاز الطبيعي قفصه على طريق الغاز الطبيعي مع الجزائر، وقفصه وعلاش ما تمش التزويد؟ والله سي سفيان، عندنا مكاتيب من وزاره الصناعه اللي هما يوعدوا فيه اللي كونوا الغاز الطبيعي يوصل في موفق 2013. لليوم الغاز ما وصلش للمصنع هذا اللي هو بورتون منطقة حدودية تعتبر وممكن مع الجزائر تخدم 300 و400 شخص أيوة. في المتلوي اللي هي عندها حاجيات نتاع تشغيل الشمال الغربي فيها كذلك، فما معامل في تجروين وفي تبرقة مسكرين مالو مسكرين. وراهو المصانع اللي نحكيو عليها في المناطق اللي ذكرتها بكري، راهو هما بيدهم مهدين بالتسكير ومهدين كونوا المواطن الشغل اللي فيهم الكلهم مهدين. علاش بهالفينومين اللي كنا نحكيو عليه؟ دون لو كادر دون اودونس بوبليك مشينا زعما لوزارة التجارة، نلقاو سفراء بلدان خارجية اللي هما حاضرين جاوا يدافعوا على التصدير نتاع بلدانهم، تدير التوريد للبلاد التونسية. نفس البلدان هذية هي اللي نشريو من عندها المواد الأولية، معناها وقتها احنا اون ايتي شوكي معناها بار لا بريزونس دو سيز امباسادور في عقر وزارة التجارة. لا سامحني أنا فهمني بالضبط، يعني مشيتوا في وزارة التجارة التونسية، اللي هي معناها عندنا سيادة تونسية، تلقاو امباشادورات أجانب في مقر وزارة التونسية ويباقوا فيكم ويباقوا فينا. ولهذم جابوهم تجار تونسة موردين تونسة باش يحميوا المصالح نتاعهم تاع التوريد من البلدان هذية. واللي هذا البلدان ايوا الوزاره التونسيه شبه سيديتاتها هي في تونس، ثم سياده ثم ولو التونسي يجيب استقواب الاجنبي هذا مش معقول. نورمالمون هذا نرفضوها احنا قطعون. حسب القانون يلزم في 9 شهور تكمل البروسيدور تاع سوفغارد لاندستري تونيزيان، وقرار يتاخذ يا اما معناها عدم كما نقولوا سماع الدعوه والشكايه هذه، والا اتخاذ قرارات بايقاف الواردات. صار اليوم الى حد يومنا هذا لا صار لهذا وعندها فتره 9 شهور فاتت 9 شهور قبل 2015 ويقول لك معناها باش دولات الجانب موجودين قاعدين يدافعوا على مصالح البلد. لو بلوغراف اللي معناها اش قلنا لهم هاللي زومباسادور كي حضروا، قلنا لهم راهو ما تنجموش تبيعوا لنا مواد اوليه وفي نفس الوقت تغرقوا السوق بالمواد البرودوي فيني وتحبوا المصانع اللي انتم تبيعوا لها في الدوبلون بيناليزي اكزاكتومون. دونك معناها سيتي تري غراف معناها سكي سي باسي اي il n'y a eu aucune décision par rapport à cette procédure اللي هي لقال ويلزم يتخذ فيها قرار. الجزائر فون دوفيز اللي عند الجزائر اليوم اتخذت قرارات لترشيد الواردات نتاع المربعات الخزفيه في الجزائر، واحنا
البالانس كوميرسيال كما ذكر السي كمال بالنيفو اللي احنا فيه وبالريزيرف اون دوفيز والاندستري اللي قاعده تضرب والاندستري اللي هي قاعده تضرب وماخذين حتى قرار. اليوم راهو السؤال اللي قاعدين نطرحوا فيه لرواحنا كل يوم قداش اون فا ريزيستي قداش اون سورا كابابل بور غاردي اي سوف غاردي مواطن الشغل في القطاع هذايا. هذا ان كريت كور فوالا اكزاكتومون. راهو اليوم اون ديجا تيغي لا سونيت دالارم ونعاودوها ونعملوا نداء للسلطات لوزاره الصناعه للسيد رئيس الحكومه اللي هو بربي حبيت نقول كلمه اللي في معمل قفصه راهو الدخل هو شخصيا باش يسرعوا في تدخيل الغاز للمنطقه الصناعيه. مازلنا نستناو مازلنا نستناو فما روتار تاع 3-4 سنين معناها اون اون تران دو بيردر دو لارجون اي دو بيردر مواطن الشغل اللي كانوا ينجموا يخدموا يعني 400-500 عائله كان شادين رانا بشويه التصدير اللي قاعدين نعملوا. اما غريبه لوبياتهم قويه خاطر هما تو برودوي بتاعهم اخي من البرودوي التونسي واغلى ويغرقوا في السوق يخرجوا في الدوفيز. فما حاجه اخرى اللي هي تري جراف اللي اليوم راهي التكاليف نتاعنا قاعده تزيد. باش تزيد بالترفيع في الاجور اللي تعرفوا فما زوز زيادات اللي هما تقرروا اي نتاع 6% 6% و 6% باش يبداو في مين نتاع العام الجديد. لي سوبونسيون على الطاقه لي سوبونسيون على الطاقه براتيكمون تنحى و 7.5% نتاع القانون المالي 7.5% نتاع القانون المالي سي با فاسيل داتر اندستريال في تونس اليوم. معناها حتى التصدير راهو مهدد على خاطر قاعده التكاليف نتاعنا تطلع ما غير حتى إعانة من حكومتنا ولا من الدولة بتاعنا اللي باش تحطنا في نفس الإعانات متاع البلدان اللي احنا ننافسوا فيها.